نروح للمثال الثالث. يقول test the following convergence of the following series summation n يساوي 1 4 n factorial n factorial n على 2 n factorial، يعني ضفنا له الأربعة للقوة n. ماشي، هو بما أنه بي factorial فهو لازم ينحل بيش بالريشيو تيست. الأي n قلنا شي يساوي لي؟ يساوي لي 4 أس n في n factorial n factorial على شقد؟ على 2 n factorial. زين، الاي ان زائد واحد ايش راح يصير؟ وين القي ان؟ اضيف لها واحد، راح يصير 4 اس ان زائد واحد مضروبه بان زائد واحد فاكتوريال ان زائد واحد فاكتوريال على 2 ان قلنا زائد 2 فاكتوريال. وهذا نقدر نسوي به تبسيط. شنو التبسيط؟ ال 4 اس ان زائد واحد هي 4 اس ان في 4 اس واحد، والان زائد واحد فاكتوريال هو ان زائد واحد في ان فاكتوريال، والاخر هم هو ان زائد واحد في ان فاكتوريال، و2 ان زائد 2 ان فاكتوريال هي 2 ان زائد 2 في 2 ان زائد 1 في 2 ان فاكتوريال. هذا هو الاي ان زائد 1. الان اخذ الغايه علما للم ان تقترب من انفينيتي، اي ان زائد 1 على اي ان وتساوي لم ان تقترب من انفينيتي. قلنا هذا نخلي ثابت اللي هو 4 اس ان في 4 اس 1 في ان زائد 1 ان فاكتوريال في ان زائد 1 في ان فاكتوريال على 2 ان زائد 2 في 2 ان زائد 1 في 2 ان فاكتوريال في مقلوب الاي ان اللي هو 2 ان فاكتوريال على 4 اس ان في ان فاكتوريال ان فاكتوريال. انتبه وياي زين، راح هذا الان فاكتوريال مع هذا الان فاكتوريال، هذا الان فاكتوريال مع هذا الان فاكتوريال، 4 اس ان راحت مع 4 اس ان، 2 ان فاكتوريال ويا من راحت؟ راحت ويا 2 ان فاكتوريال. ونقدر هسه شو نقول؟ لم ان تقترب من انفينيتي 4 في ان زائد 1 في ان زائد 1 على، طلع الاثنين عامل مشترك، بقى هنا 2 ان زائد 1 في 2 ان زائد 1، طبعا هذا ويا هذا راح، فصارت لم ان تقترب من انفينيتي 4 ان زائد 4 على 4 ان زائد شقد؟ زائد 2. الان قسم على الان فصارت لم ان تقترب من انفينيتي 4 زائد 4 على ان على 4 زائد 2 على ان، وعوض الان انفينيتي صارت 4 زائد 4 على انفينيتي على 4 زائد 2 على انفينيتي، طبعا هذا صار صفر وهذا صفر، فصارت 4 على 4 شقد؟ 1. لا هي اكبر من 1 دايفرج ولا هي اصغر من 1 كونفرج، لذلك هنا الاختبار ايش بيه؟ ذا تيست از فيلد، اختبار فشل. انت توقف اللي هنا، ها هي يعني هذا هو الحل الكامل.